العين ولا ايه؟ قصدي يعني الكيت والزباين الحلوه اللي بترمي فلوس. الفلوس زادت وفاضت على الاخر يا اختي. بلا نيله عليا وعلى بختي، ما انا كنت بهز واعمل لهم قرد لا كنت بشوف فلوس ولا نيله. ما انت يا اختي اللي اتسرعتي واتجوزتي وسبت الرقص والهز بدري. هي من دي يا اختي اللي سابته بدري؟ ده انا هاجي واغزكم كلكم، هما يومين رست كده ونازله الملاعب تاني وهكسرها. يا اختي تيجي بالسلامه ان شاء الله وزباينك مستنيينك. على حر من الجو. لا جايه اقعدوا بقى كده. ده ايه ده ايه ده؟ مين دي؟ في ايه مالك ما تهدي؟ تزعقي ليه وداخله بزعبيبك؟ صاحبتي سماسه. في ايه؟ لا صاحبتك تقابليها في شقتك، انما المناظر الزباله دي المسخره دي مش عايزاها في بيتي. ومين بقى يا اختي الاخت ان شاء الله؟ الاخت دي ان شاء الله تبقى صاحبه البيت ان شاء الله. بقول لك ايه، تاخدي الزباله دي وتطلعي بره، ده بيت محترم. في ايه؟ جار ايه يا ايمان؟ سوقه جايه باخر الشارع. فين بنتك بتطردني من البيت انا وصاحبتي؟ انت ضيفه في البيت ده يا لولا، ومفيش ضيف بيجيب ضيوف معاه. في ايه؟ الصوت العالي ده، في ايمان؟ الحقني يا عمر، اختك بتبهدلني انا وصاحبتي وبتطردنا بره البيت. ولو زودتي في الكلام هديك انت وهي بالشبشب. جرى ايه يا اختي اللي محدش عارف يلمك؟ مالها دي؟ اوعي سمين اطلعي بره انت وهي. ايمان عيب كده، ما يصحش الكلام ده. انا راجع تعبان من الشغل وعايز اخش ارتاح شويه. انت تروح ترتاح في اي حته تانيه الا هنا، طول ما انت معاك المناظر الزباله دي انا مش عايزاك في البيت ده، فاهم ولا لا؟ انا وامك مالناش غير سمعتنا، ومش هيجي عيل زيك على اخر الزمن يجي يوسخ سمعتنا. خد الزباله بتاعتك واطلع بره. ازيك يا حسام باشا؟ ازيك يا طه؟ عرفت عنواني منين؟ اني اسال ميتوشي، مش هتقول لنا اتفضلوا؟ مين الافندي؟ دي كامل اخويا اللي كان منتن، ما انت عارفه. لا بس دلوقتي اتغير على الاخر، بقى بيستحمى وبقى يحط برفان. واضح ان مش هو لوحده اللي اتغير وبقى يستحمى ويحط البرفان. طاهر كلنا اتغيرنا يا حسام بيه، هو الزمن بيخلي حد على حاله. معاك حق، انما انت ايه اللي تحضر بيك الحل تحت قوي كده؟ ده اني الدمعه كانت هتفر من عيني لما شفتك في المخروب الكباريه ده. مستني ايه من واحد رد سجون زي؟ وايه اللي حصل يعني يا باشا؟ انت مهما حصل هتفضل الباشا الكبير بتاعنا. ده كان زمان، انما انت ما شاء الله يعني ايه اللي نقلك النقله دي؟ معينوك مدير الاداره وانا مش دريان ولا ايه؟ اداره ايه يا باشي؟ يعني بعد اللي شفته بعيني وشفتهم رموك في السجن اكتئبت من الشغلانه وسبتها وبقيت بشتغل في التجاره. تجاره ايه يا انت تصيع؟ وانت كنت لاقي تاكل ولا حيلتك حاجه من اساسه؟ انا بشتغل مدير عند اخويا كامل المنتن ده، هو وشريكه. اخوك ده؟ ايوه، عقبال املتك له واحد صاحبه راجع من ايطاليا معاه فلوس ايه بالزوفه. وطبعا ما لقاش غيري انا واخويا طاهر عشان يامن لنا على فلوس. بتشتغلوا في ايه بقى؟ في الاستيراد والتصدير. بتصدروا ايه؟ بهايم؟ احنا مش بنصدر، احنا بنستورد كل حاجه من الصين. ما شاء الله، واضح ان الشغل ماشي معاكوا واشيتكوا معدن. هذا من فضل ربي وكله بالحلال يا حسام بيه، وعشان كده احنا جايين لك النهارده. جايين لنا؟ عايزين ايه؟ عايزينك تشتغل معانا. اشتغل معاكم؟ اشتغل معاكم يا مصطيه، انا ما بعرفش صيني. بيقول لك ما بيعرفش صيني. يا باشا ده انت تعرف الكفت يا باشا، واكيد بحكم شغلك في الداخليه لك علاقات في المواني وعلى الحدود. ده حقيقي؟ بس ده هيفيدكم بايه؟ يفيدنا كتير قوي. ما هو انت لو مسكت لنا اداره التخليص الجمركي عندنا في الشركه هتخلص لنا عمليات كتير وبسرعه، وانت معارفك يامي. وده هيفيدكم قوي يعني؟ ايه اللي هيفيدنا يا باشا؟ يا باشا تايم از موني. تايم از موني؟ والله بقيت تتكلم انجليزي يا مصطفى. يا باشا يعني هي جت عليا؟ لا، جت لحد عندك وتحت رجليك وجت عليا انا وده سيبني. ما احنا بقى جايين لك عشان نهيل بيو يعني نساعدك ونشيلك بقى قبل ما العجله تفرمك وتضحضح عظمك. الدنيا غداره يا حسام باشا، واني بصراحه من ساعه ما شفتك امبارح واني مش على بعضي. طب ده انا ما عرفتش انام طول الليل، حتى اسال الواد كام. انا يا اخويا طاهر عمره ما يكذب ابدا. جلال انت هو
وانتوا شايفيني ماشي برايل وهدومي مقطعه ولا ايه؟ العفو يا باشا، بس انت باشا وهتفضل طول عمرك باشا. وبصراحه يعني شغلانه بلطجي دي مش لد علي. انت حقتك يا باشا تقعد في مكتب ويكون متكيف، وتبقى حواليك سكرتارية وتبقى مدير، وتاخد 5000 جنيه في الشهر. كم؟ 5000 جنيه يا باشا. 5000 جنيه؟ هي شغلانة التخليص الجمركي دي بتكسب قوي كده؟ أمال، ده احنا بنستورد شحنات بألوفات، واللي يخلص لنا مصلحتنا بسرعة لازم نحليله بوب. قلت ايه يا باشا؟ قلت ايه؟ ولو اني مش مرتاح لكم، بس ما فيهاش والي، خليك ورا الكذاب لحد باب الدار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله بالسلامة. عمر بيه. الله يسلمك يا ملاي. حضرتك كنت بتصل بيك وحضرتك ما كنتش بترد. معلش، كنت مسافر بره مصر وسايب موبايلي هنا. خير في حاجة؟ ابدا، السكان جابوا سباك واكتشفوا ان المواسير مسدود باسمنت وبلاك، وده يمكن اللي ما كانش مخلي الميه توصل عندنا. ايه ده، معقولة؟ وده مين بقى اللي عمل كده؟ الاستاذ نيازي قال لهم ان حضرتك عملت كده عشان تطفشهم من شقهم. انا؟ ايوه، وحضرتك خدوا نفسهم بربطة المعلم لحد الاسم عشان يعملوا فيك محضر اثبات حال. ما دام حصل كده ما بلغتنيش ليه اول ما حصل؟ ما انا قعدت اتصل بيك كتير وحضرتك ما كنتش بترد، وكنت عايز اقول لك انك تروح الاسم عشان ياخدوا اقوالك. اسم؟ ماشي يا ملواني، اي حاجه تحصل جديد بلغني بيها على طول. ماشي، تحت امرك حضرتك. اتفضل يا استاذ. شفتي اخر تيشرتك السوداء؟ قام راحوا عملوا فيها محضر. في ايه؟ مالك اتهزيت وايد في جلدك كده ليه؟ ايه المشكله يعني؟ يعني ايه المشكله؟ محضر واسم، يعني ممكن تبقى قضيه في اي لحظه. عادي يا ناصح، ما هو ده اللي احنا عايزينه. عايزينه ايه؟ عايزينه ايه بس؟ والنبي حرام عليكي بقى، شكلك هتوديني في 60 داهيه. بعد الشر عليك يا عمر، كده برضه حبيبي ونرضى بده. خليهم يعملوا محضر ويروحوا يلفوا في المحاكم ويدفعوا مصاريف محاميين لما يزهقوا ويطفشوا وينكشحوا في داهيه من هنا. وانا بقى المفروض عليا اقف قدام كل المحاميين دول على اساس ان انا فاضي لكل المشاكل دي؟ ما هو برضه هقول لك حاجه يا عمر، الارض دي لما هتتباع يا حبيبي هتجيب ملايين، يعني كل ده ما يستاهلش ان احنا نصبر. وبعدين انت لما تروح الاسم دلوقتي انكر كل اللي حصل ده. بالعكس بقى، ده انت تعمل فيهم محضر وتقول ان هما بيتلككوا لك ومش عايزين يدفعوا الصيانه. اه، على اساس بقى ان هما يصدقوني. وما يصدقوكش ليه؟ ايه البينه على من ادعى؟ يعني ايه بقى ان شاء الله؟ يعني انت لما تروح دلوقتي وهما بيحققوا معاك تنكر كل ده وتبقى مصدق نفسك بجد. ساعتها المحضر ده كله هيبوظ ويطلع في شنك ويبقوا يرجعوا بقى يضربوا دماغهم في الحيط. اسمع كلامي عمر، ده انا لولا اللي طول عمري بطلع يقول. ربنا يستر يا لولا. اتفضلي. اتفضلي يا أولى. حسام الهلالي وافق يشتغل عندي في الشركة، شكله كان واقع واحنا استلقيناه. أيوة كده يا طاهر، وعملت له 5000 جنيه في الشهر. إيه؟ عملت له، بس أنا ما عملتش كده إلا لما أنت قلت لي إن أنت اللي هتدفع. مش بس كده، وعاوزك الشهر الجاي تديه 7000 جنيه. أيوة بس ده كده. ده كده ممكن يتمرع على الشغل. يا طاهر يا طاهر افهمني، انا عاوزه يرتاح ويشبع بعد جوع، افهمني. سلام عليك يا سيد الناس وعلى مخك الذهب. ايه ايه في ايه؟ في ايه؟ ايمان يلا تعالي معايا بسرعه. تعالي معاكي فين؟ هم اللي خدوه على الاسم. اسم؟ اسم ايه؟ حصل ايه لابني؟ سكان العماره عملوا له محضر في الاسم ان هو اللي جاب السباك وقطع عليهم المايه في العماره. وهو عمل كده ليه؟ مش مهم ده دلوقتي، اخلصي قبل المحضر ده ما يروح النيابه وتبقى قضيه ومصيبه. نيابه؟ كله منك انت يا وش يا ستي، وده وقت وارحمينا بقى. استني انا هاجي معاكي يا ايمان. لا يا ماما حبيبتي خليكي انت، هبقى اطمنك بالتليفون. يلا. ايه ده؟ الابن ده كله ليا انا؟ كل يا سلبوب مطرح ما يسر يمر. زوز اختي عامله الاكل ده كله بايديها وغلاوتك لما عرفت ان انت جاي. تسلم ايدك يا ست الكل. تسلمني يا سلبوب. عن اذنكم لحسن متضايقه شويه. كل بالهنا والشفا. حاضر. مسكينه مسكينه وطيبه وحظها وحش وقليل في الدنيا دي. ليه بس كده؟ قفل الشر جوزها
قصدي طليقة رمى عليها اليمين التالت، وهي حبة عيني بتحبه وبتعشقه ونفسها ترجع بس محتاجة محل. قصدك خروف يعني؟ ما اسموش كده، احنا عايزين واحد خدوه يكون مننا. مننا قصدك انا بقى؟ احبك وانت فاهمني. ده شكلك كده انت اللي مش فاهمني خالص. ده انا عايز اناسبك واجوزك اختي، مش انا الحمار اللي هتشيله البرتاع على العلم. انا مش خروف. تصدق انت مش خروف بس فرخه يا كلب. ماشي قوم يلا، قوم قوم يلا، مفيش اكل. معقوله يا ماما؟ معقوله انت تعمل كده؟ انا مش مصدقه اللي ايمان قالتولي في التليفون. ماما والنبي والنبي، انا مش ناقص. وبعدين انا عملت ايه يعني؟ العماره دي بتاعتنا والسكان اللي قاعدين فيها قاعدين على قلبنا وبيدونا ملاليم كل اول شهر، مع ان الارض تسوى اكتر من كده بكتير. انت لسه ليك عين تتكلم يا بجح بعد ما الناس دي اتنازلت عن المحضر اللي كانوا ممكن يدخلوك بالسجن؟ لا اوعي تفتكري ان هم عملوا كده عشان بيحبوه ولا عشان سواد عيونه. دول عملوا كده زي اللي بيقدم الست عشان يلاقي الحد، عشان يا ماما يسيبهم قاعدين في البيت. اخرسي خالص يا قص المصايب، انتي اللي وزيتي ابني يعمل كده. انا ابني ما يعملش كده لوحده ابدا. انا قلت له يجيب سباك، لكن ما قلتلوش بقى يروح يتغابى ويجيب سباك المنطقه ومعاه اول قلم يقر عليه. اخس عليك يا عمر، هانت عليك العشره. ده النبي وصى على سابع جار. ليه يا عمر؟ ده انت دخلت بيتهم وكلت عيش وملح معاهم، عايز ترميهم في الشارع في الاخر؟ يا ماما انت بتقولي له ايه؟ عمر الفلوس عمته. لا انا كنت عايز اجيب حقنا، ولا عجبكم بس يبقى اسمنا اصحاب ملك وفي الاساس ان احنا شحاتين، والايجار اللي بنلمه من الناس كلها ما بيكفيناش اسبوع في الشهر. الله يلعن ابو الفلوس اللي خليتك تبيع كل حاجه حلوه بينك وبين الناس اللي حواليك. انت ما بقتش تفكر غير في الفلوس وفي نفسك. انا بفكر فينا كلنا على فكره. بصراحه بقى عمر معاه حق يا ايمان، لان المصلحه دي لو خلصت الخير هيعم علينا كلنا. اه صحيح، هو انا ليه قاعده بتخانق معاه؟ ما انت الشيطانه اللي قاعده بتوزيه وهتخليه يخسر كل حاجه حواليه لغايه ما تدخليه السجن. يا ايمان، هو انا عيل صغير ولا ايه؟ تصدق ان احسن لك ان انا اتعامل معاك على انك عيل صغير وهبل وبرياله، بدل ما اتعامل معاك على انك راجل شحط وجاحد. اقول لكم ايه، انتوا قاعدين هنا لسه ليه؟ اتفضلوا بره بره. يا مرحب يا حسام باشي، يا مرحب. ده ايه النور ده؟ دي الشركه نورت بدخلتك عليها. والله الشركه منوره باصحابها. انا مش مصدق نفسي من الفرح. انا الودي ودي افرشك الارض رمله. ايه يا واد شغل الفواعليه اللي انت فيه ده يا واد؟ ما تنزل شكاره الاسمنت من على كتفك وانت بتسلم عليه، عيب كده. نزل ياض رجلك، نزل رجلك عيب. حسام بيه مش محتاج للمحلسه دي، حسام بيه صاحب مطرح. اتفضل يا باشي، اتفضل افرجك على مكتبك الجديد. اتفضل اتفضل معاني. اتفضل يا حسام بيه، اتفضل اتفضل. اتفضل يا حسام بيه، اتفضل. ايوه من هنا. ها ايه رايك بقى في مكتبك الجديد؟ لا لا أنا عايزك تقعد هنا، عايزك تجرب المكتب الجديد. ده أنا دافع فيه دم قلبي، بس والله مش خسارة فيك. ده إحنا بينا عيش وملح، وأني لحم اكتافي من خيرك. وجبنا لك كمان سكرتيرة خصوص. تكنيلة عليك وعلى اندفاعك، دايماً كده مندفع وحريق لكل